اسمي أيان عادل من الرياض وموهبتي الغناء. بدأت بعمر 7 سنوات، غنيت مع واحد فنان كان يعزف عود، حصلت صدى كبير من اللي كانوا موجودين فحبيت أدخل بهذا المجال. بعدين دعموني ماما وبابا وبدأت أنزل مقاطع على السوشيال ميديا، وأول فيديو بدأت فترة بعدين نزلت فيديو وصل 5 مليون مشاهدة واستمرين يعني.